هاي كملت؟ مقر الشؤون الدينية، الله يبارك، مركز ثقافي. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, je voulais vous préciser. Hier lundi, on a perdu un grand temple. L'Algérie a perdu un grand temple. Notre cher Gaïd Salah, général-major, Allah yirhma, al-fariq Gaïd Salah, Ahmed Gaïd Salah, Allah yirhma, Rijal Oudama, les grands temples. Ils sont pas nombreux, mais l'Algérie a ses grands temples, on l'a toujours dit. Au fil Coran, Ibn Arabi Subhanah, Rijalun sadaqu ma'ahadullah alayhi, fa minhum man qada nahbah, wa minhum man yantadir wa ma baddal tabdila. Sadaqallah al-Azim. Ta'azina li anfusina wa li. جيشنا ولشعبنا نقولكم إن لله إن إليه راجعون والدوام والخد لله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمنى لهذا البلد من نول هذا البلد إن شاء الله الخير كما قلناها في الفيديو السابقة وبحول الله يكون فيه رجال عظماء يقوموا بازدهار هذا البلد إن شاء الله الله أكبر والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا أذان العصر منه الإنسان تاني اللي يكون غافل يتفكر روحه يأتيكم البخت يأتيكم الموت بغتة لا موغ فيان بخشو بخيز لأنه فيان با الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر عازينا الخالصة لعائلة الفقيد والله يرحم الشهداء والمخلصين اللي ضحوا على هذا البلد والله يهدي العصاة الله يهدي العصاة الله يهدي العصاة الله يذكرهم بأنفسهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.
Bonne fin de vidéo, merci. Abonnez-vous. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.